الخارجية الروسية ترى تصريحات النمسا حول السلام مع أوكرانيا بالإيجابية. نيهامر: لن أحرم أحدا من الكلام وأؤكد على حرية التعبير. دراسة تؤكد أن مدينة فيينا تتحول من عبوسة إلى ودودة. تلف 400 ألف متر مكعب من الأشجار بسبب العواصف غرب البلاد. جبال النمسا الشاهقة تشهد أعلى درجات الحرارة في 140 عام. العثور على سارق متسلسل منتحرا في سجن فيينا كان يتنكر بالحجاب. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أثنت وزارة الخارجية الروسية على تصريحات مستشار النمسا حول دعم المبادرة البرازيلية لتسوية الأزمة الأوكرانية. ووصفت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية ذلك بإشارة إيجابية لفهم النمسا لضرورة التسوية السلمية، ولكن تشير إلى تناقضات في موقف النمسا التي تدعم كييف عسكريا وتساهم في تصاعد العداء والتحريض على النزاع حسب وصفها. جاءت التصريحات على خلفية دعم النمسا لمبادرة الرئيس البرازيلي دا سيلفا. أثارت تصريحات المستشار النمساوي كارل نيهامر حول حرية التعبير والكلمات الإقصائية اهتماما واسعا. وأكد نيهامر أنه لن يحرم أحدا من الكلام، مشددا على أهمية حرية التعبير. جاء ذلك ردا على نقد رئيس الجمهورية ألكسندر فاندربيل بشأن لغة التحريض، حيث أصر المستشار لعدم وضع قيود على حق التعبير، وحذر من التطرف واعتبره غير طبيعي بغض النظر عن اتجاهه، وشدد على دعم وحماية حقوق الأغلبية والملتزمين بالقواعد الاجتماعية وعلى ضرورة الحفاظ على حرية التعبير كقيمة أساسية. Dafür kritisiert wird, dass man sich für die Normalen, für die Vielen, für die Mehrheit einsetzt, für die, die sich an die Regeln halten, für diejenigen, die in der Früh aufstehen und arbeiten gehen, für diejenigen, die sich mit ihrer Familie etwas aufbauen wollen, die sich gern mit Freunden treffen oder sich engagieren, indem sie Verantwortung für ihre Mitmenschen übernehmen. Oder auch die, die sich ihrer Verpflichtung gegenüber der Schöpfung, unserer Natur und dem Klima. قالت دراسة جديدة أن مدينة فيينا التي تحتفظ بشهرتها العبوسة تشهد تحولا نحو الترحيب والودية، وذلك حسب استبيان للطبيبة النفسية كارولينا إيمايزر روزانيك. وأظهرت أن السلوك أصبح متناقضا بينما يظهر الأشخاص أنهم غير ودودين، ويرى أن التعدد الثقافي جزءا من هويتهم، لكنهم يشعرون بعدم الترحيب تجاه المهاجرين، فيما يرغب السكان في زيادة التسامح والسلام وتقليل التحامل على الأجانب. وأظهرت الدراسة الاهتمام بالمظهر لدى سكان فيينا بأنه قليل. يذكر أن هذه الدراسة تعتبر متابعة لدراسة أجريت عام 2003. تسببت العواصف في تيرول بتدمير كبير للغابات وأضرار جسيمة قدرت بحوالي 400 ألف متر مكعب من الأخشاب. ومن المتوقع أن يرتفع العدد بسبب عاصفة سابقة، مما يجعل إجمالي الأخشاب التالفة حوالي نصف معدل الحطب السنوي. وحذرت السلطات من تداعيات خنافس الصنوبر وحثت على التعامل الفوري مع الأخشاب. وتسببت العاصفة أيضا في انقطاع الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى انقطاعات كبيرة وطويلة المدى للكهرباء في عدة مناطق. سجلت درجة حرارة قياسية في قمة جبل هور زونبليك الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 3000 متر في النمسا، بلغت 15.7 درجة مئوية في 11 من يوليو الجاري.
وأشار علماء مؤسسة جيوسفير إلى أن هذه الارتفاعات في درجة الحرارة كانت نتيجة الهواء الدافئ القادم من أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط، ويلاحظ أن درجة الحرارة هذه تفوق المستوى العادي بنحو 10 درجات في هذا الوقت من العام، وتعد هذه الحرارة الخامسة التي تسجل على قمة زونبليك منذ عام 1886، مما يؤكد تأثير الاحتباس الحراري. وأخيرا عثر على رجل منتحرا داخل زنزانته في سجن يوسف شتات بفيينا، حيث يعتبر من أبرز لصوص البنوك في فيينا ولينز. وقد اشتهر الرجل بارتكاب عمليات سطو على المؤسسات المصرفية، حيث أدين ب7 عمليات سطو واتهم بمحاولة القتل، وكان محتجزا منذ أبريل، وقد اكتشفت الجثة للرجل وبجانبها رسالة وداع في زنزانته. ويذكر أنه بعد الإفراج عنه في عام 2017 عاد الرجل وارتكب سلسلة من الجرائم، وفي بعض هذه العمليات كان يرتدي الحجاب الإسلامي ويلون شفتيه باللون الأحمر. وعيش كتير بتشوف كتير. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا أحمد مراد. نهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.